اشكرك يا محمد، كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا النهارده. مش بنلعب مباراه للمكسب او بس او حصول 3 نقاط، كابتن حسام بدري واللاعبين عايزين يحققوا طبعا ارقام قياسيه جديده. يمكن وصلنا للمباراه ال11 دون هزيمه او مكسب، او 11 مباراه مكسب متتالي. النهارده بنحاول نوصل للمباراه رقم 12، ثم طبعا العدد زياده اكتر او يزيد اكتر في حته المكسب للمباريات. فبالتالي انت بتلعب على كذا حاجه، الجهاز الفني بيلعب على كذا حاجه، هو الفوز ب3 نقاط، التقدم في جدول الدوري الممتاز، وطبعا تكسير ارقام قياسيه بالنسبه لعدد مباريات الفوز. بعض الارقام طبعا الخاصه باحصائيات الفرقتين، طبعا النهارده مباراه الاهلي والنصر، النهارده في موقف الفريقين في الدوري الممتاز. النادي الاهلي لعب 24 مباراه وفاز في 20، بالنسبه للنصر فاز في مباراتين فقط، تعادل النادي الاهلي في 3، اما نادي النصر في تعادل في 8 مباريات. النادي الاهلي هزيمه واحده امام مصر مقصه، اما النصر في 14 هزيمه في هذا الموسم. 56 هدف احرزهم 24 هدف احرزهم فريق النصر. النادي الاهلي عليه 14 هدف، اما النصر فعليه 43 هدف. النادي الاهلي في النقطه 63 ونادي النصر 14. طبعا النادي الاهلي في المركز الاول، اما نادي النصر في المركز ال14. المركز الاول طبعا النادي الاهلي 83% نسبه الفوز. يا ريت نرجع بعد اذنكم يا جماعه تاني عشان نقول نسبه الفوز بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم 83% نسبه الفوز للنادي الاهلي. معدل التهديف بالنسبه للنادي الاهلي 2.3 في كل مباراة معدل التهديف. أما بالنسبة لنادي النصر 8% نسبة الفوز وهدف واحد معدل التهديف في كل مباراة. ده بالنسبة لموقف الفريقين والشكل الإحصائي للفريقين. مواجهات الفريقين طبعا مش مواجهات كتيرة، يعني نادي النصر حديث العهد في الدوري ممتاز، 3 مواجهات حتى الآن، 3 فوز كلهم للنادي الأهلي، مفيش تعادل، 9 أهداف النادي الأهلي سجلهم في مرمى النصر، أما النصر فأحرز هدف واحد. نسبة الفوز طبعا واضحة انها 100%، وده بيد الارقام يدي قد ايه حجم النادي الاهلي بشكل كبير امام فريق النصر. ولكن طبعا الكرة ما تعترفش بكده، الكرة بتعترف بمجهود وانك تكسب بشكل كبير او تأكد فوزك او تأكد تفوقك اللي هو نسبة 100% دي من خلال اداء جيد ومن نتيجة جيدة. طبعا ده ما بيجيش غير بالتركيز. ده بالنسبة لمواجهات الفريقين. اكثر اللاعبين مشاركة في الدوري الممتاز طبعا وليد ازارو أمام حضراتكم 1979 دقيقة، عمرو السولية 1847 دقيقة، أيمن أشرف 1776. ده بالنسبة للنادي الأهلي. أكثر المشاركين بالنسبة لنادي النصر خالد رضا 2073 دقيقة، حجاج عويس 1954 دقيقة، أما جون نبيل مانجا 1950 دقيقة. ده بالنسبة لأكثر اللاعبين مشاركة بالنسبة للفرقتين في الدوري الممتاز حتى الآن. نتائج مباريات الجولة ال24 من الدوري الممتاز 2017-2018، الزمالك ووادي دجلة 1-0 للزمالك، الاتحاد والداخلية فوز الاتحاد 2-1، النصر وبتروجيت وفوز بتروجيت اللي المفروض بتلعب الزمالك دلوقتي ونادي الزمالك متقدم بـ3 أهداف حتى الآن، فوز بتروجيت على النصر 1-0، المصري والرجاء تعادل سلبي 0-0. أما باقي نتائج مباريات الجولة ال24 حتى معاكم على الشاشه، مصر مقصه وطنطس وتعادل سلبي 0-0، اسيوطي والاهلي وفوز الاهلي 1-0، طلائع الجيش وسموحه فوز سموحه 1-0، وتعادل ايجابي ما بين المقاولون العرب والانتاج الحربي. ده بالنسبه لنتائج مباريات الجوله ال 24. مواعيد طبعا مباريات الجوله 26 ان شاء الله اللي هتبتدي من يوم الخميس القادم 22 فبراير 2018 ان شاء الله مباراه الاتحاد وانبي هتكون الساعه 5، النصر والزمالك الساعه 8 مساء، والرجاء وسموحه ده هيكون يوم الجمعه ان شاء الله 2:30 ظهرا، وطلائع الجيش وبتروجيت 5 مساء. باقي مباريات الجوله 26 ان شاء الله هتكون يوم السبت، الاسيوطي والداخليه 2:30 ظهرا، والاسماعيلي وطنطا 5 مساء، اما الاهلي والانتاج الحربي هتكون ان شاء الله يوم السبت الساعه 8 مساء، المقاولون العرب والمصري هيكون يوم الاحد 5 مساء، ومصر المقصه ووادي دجله 7:30 المساء. ده بالنسبه لمباريات الجوله 26. بالنسبه لهدافي الفريقين الاهلي والنصر، وليد ازارو لاعب النادي الاهلي 14 هدف حتى الان، ان شاء الله نتمنى التوفيق ليه النهارده في مباراه ممكن تكون
يعني ان شاء الله مش عايزين نقاطع، ولكن مباراه لحد ما وليد ازارو ممكن يقدر يسجل فيها اهداف تخليه يبعد تماما عن اقرب المنافسين ليه. طبعا وليد ازارو 14 هدف، اما محمد حسن ميدو لاعب النصر فخمس اهداف، ده بالنسبه لهدافي الفريقين وليد ازارو ومحمد حسن ميدو. أما هدافي بطولة الدوري الممتاز حتى الآن وليد أزارو لاعب النادي الأهلي 14 هدف، يليه جون أنتوي لاعب المقصة 12 هدف، عمر السعيد وادي دجلة 12 هدف، أحمد جمعة لاعب المصري 11 هدف، دييجو كالدرون لاعب الإسماعيلي 10 أهداف، عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي 10 أهداف، يرجع بالسلامة إن شاء الله ويحقق أهداف أكثر من ذلك عبد الله السعيد. أيضا أحمد علي لاعب المقاولون العرب 9 أهداف، حسين الشحات لاعب المقصة المعار لنادي العين الإماراتي حاليا 9 أهداف، إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي 8 أهداف، صلاح محسن لاعب النادي الأهلي الحالي 7 أهداف، جونيور أجايه لاعب الأهلي 7 أهداف، ومحمد حمدي لاعب سموحة 7 أهداف. ده بالنسبة لهدافي الدوري الممتاز حتى الآن. إن شاء الله كل التوفيق لوليد أزارو نزود عدد هذه الأهداف. طبعا ده التشكيل المتوقع، يمكن النادي الأهلي النهاردة عنده فرصة بشكل كبير أنه يريح بعض اللاعبين ويشرك بعض اللاعبين اللي الفترة اللي فاتت ما بيشتركوش بشكل كبير. شيف إكرامي ممكن من الأوائل اللي احنا توقعنا أنه يبقى متواجد في التشكيل الأساسي، من يمين الشمال محمد هاني، محمد نجيب، أيمن أشرف، علي معلول، في خط الوسط حسام عاشور وعمرو السولية، أمامهم وليد سليمان وممكن إسلام محارب كبداية من فترة طويلة كلاعب أساسي، أيضا جونيور أجايه وأمامهم وليد أزارو. ده يمكن التشكيل المتوقع لفريق النادي الأهلي. كابتن حسام بدري أكيد ليه ممكن التفكير يبقى مختلف بالنسبة له في حتة التشكيل النهاردة الأساسي، وهيكون معنا طبعا من خلال الفترة القادمة. ده التشكيل المتوقع بالنسبة لفريق النادي النصر، محمد مصطفى في حراسة المرمى، من اليمين الشمال إسلام مصطفى، خالد رضا، مؤمن عاطف، أحمد السباعي، خط الوسط إسماعيل يانجو وحجاج عويس، أمامهم محمود القط وعمار حمدي ومحمد رفاعي ومحمد حسن ميدو هداف فريق النصر حتى الآن. ده تشكيل المتوقع بالنسبة للفريقين. كل التوفيق إن شاء الله لفريقنا النهار. زي ما بقول لكم احنا النهاردة ما بنلعبش على مكسب عشان نتصدر فقط، احنا بنكسر أرقام قياسية، هو ده النادي الأهلي، بنكسر أرقام قياسية من حيث عدد مرات الفوز المتتالي، من حيث طبعا إن يبقى عندنا هداف الدوري إن شاء الله يزود عدد أهدافه وليد أزارو، عندنا حاجات كتير قوي بنفكر فيها، تجهيز لاعبين ممكن ما يكونوش اتجهزوا أو ما كانوش بيلعبوا بشكل مستمر في الفترة اللي فاتت، حاجات كتير جدا كابتن حسام البدري أكيد بيفكر فيها في الفترة القادمة. خلينا نروح للتقرير وبعد كده أستقبل ضيوفي، هنتكلم على الشكل الفني والكواليس قبل المباراة، طبعا كابتن مصر كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن، هروح لهذا التقرير ثم نستقبلهم في الاستوديو.